ارحب بضيفي ونجمنا الكبير كابتن الكبير عادل طعيمه، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير كابتن عادل. كابتن احمد ازيك؟ يعني وانت بتشوف اللقطات دي كده وكميه الدروع والكؤوس والالقاب والبطولات في مختلف الالعاب والرياضيات ورياضات، احساسك كان ايه يا كابتن عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي بدايه يعني ما هوش غرور ولا حاجه، لكن احنا متعودين على الانتصارات ديت، لكن الحقيقه الاحتفال كان مهم جدا، لان اولادنا دايما بيلعبوا الماتشات بتاعتهم، بياخدوا البطولات ما بيلحقوش، تاني يوم تاني يوم على طول تلاقيه شغال. ايوه، فما يلحقش يعني يفرح، ولا الجمهور يفرح بالانجاز يعني. ف طبعا كانت حفله رائعه كعادة النادي الأهلي، كلها منظمة، كلها مرتبة، كلها فيها ذوق، فيها ابتكار، فيها تواضع، فيها كل حاجة جميلة. تبص تلاقي رئيس النادي بيكرم العمال، ديك برضو من اللفتات اللي احنا كلنا واحنا صغيرين عشناها وشفناها. أيوة. يعني هو التقدير لقيمة العمل نفسه وقيمة في الصغير والكبير، الاخلاص والانتماء، بصرف النظر عن الدور اللي انت بتقوم بيه في منظومه النادي الاهلي، ولكن التقدير والرساله الحقيقيه، لانه كل واحد بيخلص في مهمته او في مجاله لازم يكون محل تقدير في النهايه، وكل عمل ليه اهميته طبعا. يعني اذا احنا شايفين ان العمل صغير، بالعكس ده ممكن العمل ده يكون بيأثر على نتيجه البطوله. صحيح. نتيجه العامل اللي ممكن الناس تكون بتستهتر بيه، هذا العامل اذا ما كانش بيتقن مهنته مش هتاخد بطولة، لأنه هو بيوفر المجال وبيوفر المناخ للاعب وللإداري ولكل الناس كلها، المناخ المظبوط علشان تاخد البطولة وانت مرتاح. طبعا أنا طول عمري يعني كرة القدم هي أول وآخر شيء في اهتماماتي في الرياضة، بتابع وببص وبشوف، أحب بعض الرياضات تانية زي الفولي، ممكن زي الباسكت، لكن مش ما تقدرش تقول إن أنا يعني شغوف بمتابعة الرياضات دي بشكل مستمر زي كرة القدم مثلا. وكان يعني كان في وقت من الأوقات كده كنت لسه صغير، كنت بقول هو ليه الأهلي ما يكرس كل طاقاته وكل إمكاناته في إنه يبقى رياضة كرة القدم، لو المجهود وحجم الانفاق الكبير جدا اللي بينفق على كل الرياضات دي راح لكرة القدم، ده الاهلي يروح في حتة تانية خالص. شوف، هو الاهلي في بيقوم بمهمة، مهمة الدولة. لا مش تقليل بس عشان ما حدش يفهم كلامي من الرياضات التانية، بس انا بقول لكم في فترة من الفترات كنت بقول انه يعني انه لو الاهلي بيدور على مصلحته بس مش مصلحه الرياضه المصريه عموما، ممكن ده كان يكون منهج عمل. او في انديه كتير على فكره في العالم، وانديه كبيره جدا، ما مش قايمه غير على نشاط كره القدم فقط لا غير. هتلاقي برشلونه وريال مدريد عنده رياضتين مثلا، كوره وطايره وباسكت مثلا وخلاص. النادي الاهلي بيقوم بدور مهم جدا، في عنده 20 لعبه او 22 لعبه كلهم ما فيش دخل، يعني اغلبهم طبعا ما فيش، ما بيعملوش دخل، الكره بس هي اللي بتعمل الدخل والاعضاء وكده. انما النادي الاهلي عنده 22 لعبه كلهم ابطال، وكلهم بيمد المنتخبات مصر كلها من خلال النادي الاهلي، وطبعا نادي الزمالك وبرضه بعض الانديه. الدور ده ما حدش يقدر يقوم بيه الا النادي الاهلي، لانه شعبيته وجماهيريته، وبعدين الالعاب ديت لازم يبقى وراها جماهير. جماهير النادي الاهلي هتلاقيها في الملاعب سواء في مصر او بره مصر، انت بتشوف في الكويت وفي قطر وفي السعوديه لما بيبقى في ماتش باسكت ولا طايره للنادي الاهلي، تبص تلاقي الجماهير بتبقى يعني ماليه المدرجات وتشجيع فوق العاده. فطبعا كل الامور ديت بتخلي النادي الاهلي دايما حريص جدا ان هو يسعد جماهيره في كل الالعاب، وطبعا خاصه كره القدم، لان هي زي ما حضرتك تفضلت لا تقلل انت، طبعا انا عارف قصدك اكيد، لكن اللي انا فاهمه وعارفه كويس قوي ان الدور الوطني اللي النادي الاهلي بيقوم بيه علشان يمد المنتخبات في كل الالعاب، وشفنا التكريم كل الفرق صحيح اتكرمت ليه، علشان واخدين البطولات على المستوى المحلي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي. ايوه، انت عندك ثلاث فرق كاس عالم السنه دي، فطبعا كل الامور ديت النادي الاهلي بيصرف منها ولا يعني لا يدخر جهد ان هو يصرف ويصرف ببذخ علشان يساعد اسم بلده ان ترتفع من خلال الالعاب ديت، من خلال الرياضه، والعلم المصري بيرتفع من خلال طبعا
الرياضات ديت في كل المحافل الدوليه.